السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وليداتي وأطفالي الصغار، قناتكم يدي لك طفلي، ومرحبا بكم من جديد في سلسلة جديدة اللي هي سلسلة تبسيط وشرح الأسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله الحسنى أوليداتي هي الأسماء والصفات اللي وصف الله بها نفسه. غنبسطوهم باش نعرفوا شكون هو الله العظيم اللي تيعبدو كل شي وتيسبح باسمه كل شي، ابتداء من الإنسان والحيوان والنباتات والكواكب والنجوم والتراب، الهواء، الرياح والمياه. هذا الإله العظيم الواحد خصنا نعرفوا صفاته وأسماؤه. غنبداو بأول اسم اللي هو الله، وهذا الاسم هو اللي جمع لنا كل معاني أسماء الله الحسنى. وهذا الاسم ما خش يتسمى به شي حد غير الله، فمثلا دائما تنوجد الناس مسميين اسم عبد الله، عبد الله. واسم الله هو اللي تيدخل به الإنسان في الإسلام بقول كلمة تشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. غتسولوني واحد السؤال دائما تيجيكم، هو علاش الله تيشوفنا وحنا ما تنقدروش نشوفوه؟ غنجاوبكم وغنقول لكم: لأن العينين ديالنا ما غاداش تقدر تشوفوا في الدنيا، ولكن الله وعد عباده وعد المؤمنين به اللي تيطيعوه وتسمعوا الكلام وتتبعوا الأوامر دياله باش غيشوفوه في الجنة إن شاء الله. والله واخا ما تنشوفوش هكذا قدامنا، ولكن راحنا تنحسو به حيت هو تيعطينا بزاف ديال النعم. فالهواء مثلا اللي تنتنفسوه واش تنشوفوه؟ إلا، ولكن تنحسو به حيت يحرك لنا الوراق ديال الشجيرات بحال هكذا. فالله هو اللي تيخلي الشمس تشرق، هو اللي تيخلي الليل يجي باش الأجسام ديالنا ترتاح، وتيجي بالنهار باش الإنسان يتحرك ويقضي الأشغال ديالو. فاسم الله اسم عظيم، ولهذا لابد نبغيوه ونطيعوه ونتبعو الأوامر ديالو، وخاصانا نجتنبو النواهي ديالو ونبعدو على الحاجات اللي تيقولنا ما خصناش نديروها اللي تأمرنا بها في القرآن الكريم، وتيقول لنا هادو خاصنا نديروها وهاللي ما خصناش نديرو. وصلنا حبيبي نهاية الحلقة ديال اسم من أسماء الله الحسنى، وإن شاء الله غدا نلتقاو فيديو واحد آخر نشرحو فيه اسم آخر. تنشكركم على حسن الإصغاء، وأترككم في حفظ الله ورعايته. ما تنساوش الاشتراك في القناة، وما تنساوش الدق على الجرس باش دائما تصلوا بجديد القناة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.